تربية الماشية مع المحافظة على الموارد الطبيعية بصفة عامة، وذلك بجهتي قلمين سمارة وسوس مسا بالخصوص. وهذه الدراسة شملت واحد المنطقة جد شاسعة كما شار لها السيد الوزير، اللي كتبلغ تقريبا المساحة كتضم جوج ديال الجهات نظرا للتكامل بيناتهم التقليدي والحالي والترابط اللي بينهم فيما يخص إدارة المجال الرعوي. هذه جوج الجهات هي قلميم سمارة وسوس مسا درعا، وهذه المنطقة تشمل يعني واحد المساحة ما يناهز 16 مليون هكتار، اللي 90% منها خاص بالمراعي. وإذا هذه الدراسة قمنا بها تم إنجازها بطبيعة الحال في إطار منهجية علمية يعني موضوعية تشاركية يساهم فيها جميع الشركاء في هذا المجال: وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، المدرية السامية للمياه والغابات، الكسابة، وعدد من الشركاء والتنظيمات المهنية اللي كتهمهم، وجرات جمع المعلومات في إطار مسوحات ميدانية.